من بغداد معي مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. ما يصلنا إلى أي درجة هو متقارب مما ترصدونه بهذا الإطار؟ نعم، ما يصلكم أو ما يخرج من المنظمات الحقوقية ويصلكم هو ليس مبالغا فيه وليس من الخيال وليس فيه أي استهداف، بل هو الحقيقة الموجودة في المخيمات والحقيقة التي يعيشها النازح منذ أشهر أو منذ سنوات، منذ بدء العمليات العسكرية وتحرير المناطق وبدء النزوح. هناك تحديدا نازحي الموصل أو محافظة نينوى بشكل عام من الذين لم يعودوا حتى هذه اللحظة إلى مناطقهم، ما زالوا في المخيمات ويقدر عددهم تقريبا بال 750,000 حتى هذه اللحظة. هؤلاء ما زالوا في مخيمات قلت فيها تقديم المساعدات وقلت فيها الخدمات المتوفرة، رغم أنه هي كانت بالأساس منقوصة، ينقصها الكثير. صحيح، ينقصها الكثير. فبالتالي الآن أنه تعتبر المناطق محررة وأن العمليات العسكرية شبه انتهت، فبالتالي خفضت المساعدات وخفضت عمليات الإغاثة إلى هناك، لكن خفضت هذه الأشياء أو هذه المساعدات، بالمقابل ارتفعت معاناة النازح وتفاقمت المأساة التي يعيشونها، تحديدا سكان الساحل يعني أو نازحي الساحل الأيمن من مدينة الموصل. فنسبة الدمار بحسب مسؤولين محليين في مدينة الموصل وصلت إلى 90%، بالتالي يعني أنه 90% من سكان الساحل الأيمن لن يستطيعوا لا هذا الشهر ولا الشهر بعده ولا بعد ربما 5 أو 6 أشهر من العودة إلى مناطقهم لعدم تمكنهم من يعني إعادة إعمار أو تأهيل منازلهم. هذا يعني أنهم نعم. هذا من الساحل الأيمن. إلى أي درجة إلى أي يعني أي رقم نتحدث عنه ممن لا يزال بالمخيمات؟ تتحدث عن 750,000 تقريبا. نعم، هؤلاء ليسوا جميعهم من الساحل الأيمن، يعني هناك أعداد قليلة عادت إلى الساحل الأيمن. من ليس بالساحل الأيمن يعني كم عدد من يمكن أو أسهل على الأقل مما يوجد بالساحل الأيمن لعودته سيد مصطفى؟ عفوا، السؤال غير واضح، ممكن تعيدي؟ طيب، بالساحل الأيمن من الصعب جدا حتى لبعض أشهر عديدة أن يعود بسبب الأوضاع، بسبب دمار الذي خلفه داعش، صحيح هذا ما قلته؟ زين. نعم، هذا ما أقصده، لأن الوضع في بعض المناطق ما زال ربما غير مستقر من ناحية يعني إن انتهينا من الوضع الأمني، لنفترض أننا انتهينا منه أمنيا أو عسكريا، لكن خدماتيا نفسيا تأهيليا أو عادة دمج الناس مع بعضها في هذا المجتمع، كلها هذه عوائق وعوامل تعيق عودة النازح خلال هذه الفترة. لذلك من المتوقع أن يبقى النازحون لأشهر أخرى في مخيمات النزوح، وربما تكون بعضها شبه دائمية من الآن إلى سنة مقبلة. تتواصلون مع الأمم المتحدة بهذا الإطار بأوضاع من سيبقى لأشهر عديدة؟ ما الذي يمكن أن يقدم لهم بهذه الفترة؟ لدى الأمم المتحدة معلومات كاملة ومفصلة عن أعداد الذين سيبقون، عن المشاكل الجغرافية التي تعيق عودتهم، أيضا لديها معلومات كاملة عن ما يسمى بالهابيتات أو المشاكل المتعلقة بالمنازل أو متعلقة بالبنى التحتية، لديها معلومات كاملة ومفصلة عن نسبة الدمار والخراب الموجود هناك. نعم. لذلك قالت الأمم المتحدة قبل يومين أن الوضع في العراق، وركزت على مدينة الموصل بأن الوضع هناك غير مستقر، لذلك لا أعتقد أن الشيء هذا يخفى على الأمم المتحدة ولا على أي منظمة ولا على حتى على الحكومة العراقية. نعم، شكرا جزيلا لك. من بغداد سيد مصطفى سعدون مدير المرصد العراقي.